تعالوا زي ما احنا متعودين نروح نشوف مع بعض تقرير البست سيلر او الكتب الاكثر مبيعا ونرجع لحضراتكم على طول. يحكى أن يقدم لكم الكتب الأكثر مبيعاً وذلك في حلقة جديدة من كل أسبوع نرصدها لكم طبقاً لما نوهت عنه دور النشر على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي. تنوعت كتب هذا الأسبوع بين الروايات وكتب التنمية البشرية والتاريخ. تتصدر قائمة الكتب الأكثر مبيعاً من جديد رواية الحلواني ثلاثية الفاطميين للكاتبة الدكتورة ريم بسيوني، وهي ثالث الثلاثيات التاريخية للكاتبة بعد ثلاثية المماليك والقطائع. في المركز الثاني جاءت رواية يوتوبيا للراحل الكاتب دكتور أحمد خالد توفيق، وتعتبر من أشهر روايات الكاتب وترجمت إلى عدة لغات، تدور أحداثها في المستقبل الذي يتصوره المؤلف. تحتل المركز الثالث أحدث روايات الكاتبة نورة ناجي سنوات الجري في المكان، وتدور أحداثها حول العشر سنوات ما بين ثورة يناير وفيروس كورونا ومدى تأثير هذه المرحلة على جيل كامل. لم تخلو القائمة من التجارب الذاتية، فجاء في المركز الرابع كتاب الدحيح ما وراء الكواليس للكاتب طاهر المعتز بالله، والذي يحكي فيه عن كواليس برنامج الدحيح. تختتم قائمة الكتب الأكثر مبيعاً بكتاب علاقات خطرة للكاتب الدكتور محمد طه، ويتناول أنواع وتفاصيل العلاقات الإنسانية المؤذية لأصحابها وكيفية التعامل معها.